يعني خلينا نتكلم بداية على متابعة تنفيذ القرار، قرار الحد الأدنى وتنفيذه وتطبيقه بالفعل في نوفمبر الماضي كما ذكرنا، ومتابعة الرئيس لتنفيذ هذا القرار. طيب، هو القرار حقيقة بنتكلم على القرار 1627 رئيس وزراء لسنة 2019 والخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 2000 جنيه في كافة الجهات المعنية. قبل كده حقيقة على حد آخر أكتوبر كانت 63% فقط من الوحدات الحسابية اللي قامت بتنفيذ القرار، وبالتالي تبقى عندنا 37% من الجهات ما كانتش نفذت القرار بصورة كلية، وده اللي حقيقي يمكن خلى وزير المالية يبعت تعميم لجافة الجهات، يمكن نقدر نقول شرير اللهجة، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمتقاعسين في ذلك سياقه تحت يعني الإجراءات القانونية. ده رسالة مهمة جدا. هنلاحظ في الحد الأدنى للأجور أنه فخامة الرئيس نفسه بيتابع الموضوع، وده لسبب أنه الحد الأدنى للأجور في مصر تم تطبيقه لسببين. السبب الأول أنه نتيجة للبرامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم اتباعها في 2016، على الرغم من نجاحها اللي في بداية البرنامج الإصلاح الاقتصادي كانت فيه ارتفاع في معدلات الأسعار، دلوقتي تمت تحت السيطرة، ولكن الارتفاع ده بالتأكيد كان مؤثر جدا في الفئات اللي بتتسم بالدخل الثابت. صحيح. وبالتالي ده كان جزء من الباكج الاجتماعي للتعويض لأصحاب الدخول الثابتة وخصوصا في الجهات الحكومية. دي حاجة. الحاجة الثانية ودي المهمة جدا، ان مصر منتهجة حاليا نموذج للنمو الاقتصادي بنسميه Inclusive Economic Growth أو النمو الاستيعابي. النمو الاستيعابي معناه ان انا ببدا ان اوزع ثمار التنميه الاقتصاديه لكل فئات المجتمع، وبالتالي احد ادوات توزيع ثمار التنميه لفئات المجتمع وخصوصا المهمشه منها الحد الادنى للاجور، وجزء المكمل ليه اللي احنا بنسميه بقى البرامج الدعم الاجتماعي، منها تكافل وكرامه اللي الدوله صرفت عليها دلوقتي حوالي من بدايه تطبيقها دلوقتي حوالي 22 مليار جنيه. وهو ده يمكن تفسير كلمة الاستيعابي اللي حضرتك ذكرتها، انه بيشمل عدد من المحاور اللي بتستوعب كافة الاحتياجات للمواطنين، يعني الحد الأدنى، برامج حماية او برامج اجتماعية زي تكافل وكرامة وهذه الامور. ومش كده وبس، يعني احنا برضو ده باكج من الناحية الاجتماعية، لكن في ناحية تانية تمكين اقتصادي بقى للشباب والاشخاص اللي هم قادر للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. وشفنا قبل كده مبادرة البنك المركزي ب 200 مليار، وشفنا قبل كده لسه من كام اسبوع مبادرة البنك المركزي الثانية 100 مليار للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. ده معناه اني بتكلم على مش بس دعم اجتماعي ورعاية اجتماعية، ولكن برضو تمكين اقتصادي للأشخاص الذين لديهم القدرة والرغبة في بدء الأعمال الخاصة بي.